تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة الأحلام. واليوم رح نفسر حلم الهدية بالمنام. رؤية الهدية بالمنام إلها كتير معاني، ومنها معاني إيجابية ومنها بعض المعاني السلبية أو التفسيرات السلبية. حنحكي اليوم عن التفسيرات الإيجابية. فإذا شافت المرأة المتزوجة أنه زوجها عم يهديها هدية بالمنام، فيدل على عودة السلام وعودة العلاقة إلى طبيعتها، وكمان كأنه عودة إلى الاستقرار، ولكن حسب نوع الهدية. إذا كانت الهدية مجوهرات أو عطور تبدو من الهدايا الإيجابية، ولكن إذا كانت الهدية نوع من الملابس فهون الهدية لا تعتبر من المنامات المحمودة أو الإيجابية، ولربما تدل على تعب صحي أو مشاكل صحية. للعزباء تدل الهدية بالمنام على الارتباط والزواج، وكمان على علاقة متماسكة ما بين وبين شريكة العاطفة. ولرجل الأعمال، فإذا كانت الهدية من شخص معروف أو شخص له مكانته، فتدل على مركز مرموق، وكمان تدل على رزق ومال. وأما إذا كانت من شخص غير معروف أو غير صديق، فتدل على أن فخ ممكن يقع في الموظف أو رجل الأعمال. فديروا بالكم، وهون تستوجب الصدقة إذا كانت الهدية لرجل الأعمال أو الموظف من شخص غير معروف أو شخص مجهول. هذا كان تفسيرنا لرؤية الهدية بالمنام. تضلكم بألف خير، وباي باي.